أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مترو الصحافة، نستعرض بها اليوم حصيلة هذا الأسبوع بأهم العناوين التي جاءت في الصحافة العربية والعالمية والفلسطينية. لا يزال المصريون يذكرون صوت سعيد في مثل هذا اليوم منذ أكثر من نصف قرن، وهو يتلو بفخر عبر الإذاعة بيانات تحدثت عن إسقاط عشرات الطائرات وتدمير مئات المعدات الإسرائيلية، بينما كانت الإذاعات العالمية تتحدث عن هزيمة للقوات المصرية والسورية وسقوط سيناء بيد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. توفي الإعلامي والإذاعي إذاعي النكسة المخضرم أحمد سعيد عشية يوم النكسة، مؤسس إذاعة صوت العرب وصاحب البيانات الرسمية التي تلاها بصوته عبر الإذاعة عند وقوع حرب 5 يونيو/حزيران عام 1967، والتي شهدت نكسة الجيشين المصري والسوري واحتلال إسرائيل مزيداً من الأراضي العربية. ومن صوت العرب نعرض أهم العناوين وحصيلة هذا الأسبوع الأول من شهر حزيران، أبدأها مع العالم العربي والعالم. في روسيا اليوم عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شجبه واستيائه من الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار كويتي يطالب بحماية الشعب الفلسطيني. وفي الرأي اليوم آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد رزان التي استشهدت برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة بجنازة مهيبة. ونشرع في الشرق الأوسط، العاهل الأردني يطالب بترشيد نفقات الدولة ويدعو إلى حوار وطني شامل، كما أنه رفض تحميل المواطن وحدة تداعيات الإصلاحات المالية. وفي CNN وقالا قد نشر للكاتب دكتور عامر السبايلي تحت عنوان مخطئ من يعتقد أن معركة الأردنيين هو مع قانون ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن مشروع ضريبة الدخل لم يكن في جوهره سوى الشرارة التي كانت كافية لإخراج كل ما في صدور الأردنيين إلى العلن بعد أن بالغت الحكومات الأردنية في الاستهتار في سياساتها الاقتصادية واعتبار الأردنيين سلعة قابلة للتدوير ومصدر دخل لا ينضب. يضاف إلى ذلك أن غياب أي رؤية استراتيجية قادرة على طمأنة الأردنيين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم كانت أحد أهم الأسباب التي قادت اليوم للانتفاضة على نهج حكومي كامل. للأسف عانت حكومة هاني الملقي من عدة مشاكل، إضافة إلى طريقة التواصل والخطاب مع الداخل، الأمر الذي قاد البلاد فعليا إلى نقطة التأزيم الحالي. وفي فرنسا 24 نتنياهو في فرنسا ثاني محطاته الأوروبية سعيا لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران. وفي الرأي اليوم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يدافع عن القمع الذي يمارسه الجيش وقتل المتظاهرين السلميين في غزة. وعلى وكالة الأناضول محامي ترامب كيم جونغ توسل من أجل عقد القمة، جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الأمريكي إلى نظيره الكوري ونشرها البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني. قال فيها ترامب موجها خطابه إلى كيم جون أون: كنت أطلع على أن أكون هناك معك، وللأسف بناء على الغضب الهائل والعداء المفتوح المعروض في آخر تصريح لك، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت عقد هذا الاجتماع المخطط له منذ فترة طويلة. وفي فرنسا 24 رئيسة الحكومة البريطانية تعرب لنظيرها الإسرائيلي عن قلقها حيال الوضع في غزة. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال استضافتها لنظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن أن بلادها قلقة لمقتل الفلسطينيين في الاحتجاجات الأخيرة في غزة، كما أكدت تأييد لندن للاتفاق النووي الإيراني من جانبه. وفي وكالة رويترز نشر حصري خطة للسلام في اليمن تدعو لوقف إطلاق النار وتخلي الحوثيين عن صواريخهم. وأخيراً في فرنسا 24 لجنة إسرائيلية ترفض طلب محامية الفلسطينية عهد التميمي بالإفراج المبكر عنها. أعلنت لجنة إسرائيلية رفضها طلب محامية الفلسطينية المعتقلة لدى السلطات الإسرائيلية عهد التميمي بإطلاق سراحها قبل إتمام عقوبتها. حسب المتحدثة باسم لجنة تدعم الصبية التي أدينت بتهمة ضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في الضفة الغربية، وتبلغ عهد التميمي اليوم 17 من العمر، وقد لفتت أنظار العالم لدى بث شريط فيديو لها في كانون الأول الماضي يظهرها وهي تضرب جنديين إسرائيليين قرب منزلها في النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة. شهدنا هذا الأسبوع توثيق كاميرات الإعلام اللحظات الأخيرة للمسعفة الشابة رزان نجار وهي تسارع لمساعدة متظاهر فلسطيني مصاب رافعة يديها في الهواء،
رغم أن القانون الدولي يحمي المسعفين، لكن بعد دقائق قتل قناص إسرائيلي الشابة البالغة من العمر 21 عاماً شرق خان يونس، استشهدت على بعد أمتار من حيها الذي يتزين بصورتها وهي مبتسمة. رزان نجار كانت واحدة من حاصلة الشهداء لهذا الأسبوع، ومن هنا أنتقل لعرض حاصلة العناوين الفلسطينية والإسرائيلية لهذا الأسبوع. نشرة في موقع عرب 48: الاحتلال يحقق مع ذاته باستشهاد المسعفة رزان النجار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيفتح تحقيقاً حول ملابسات استشهاد المسعفة رزان النجار برصاص قناصة الاحتلال خلال فعاليات الجمعة العاشرة من مسيرة العودة بقطاع غزة. وفي صحيفة القدس: السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل تهاجم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي. هاجمت هيلينغال السفيرة الفرنسية لدى إسرائيل نائب وزير الخارجية الإسرائيلي مايكين أورين على خلفية تغريدة له عبر تويتر أدان فيها الموقف الفرنسي بشأن المقترح الكويتي أمام مجلس الأمن بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. وفي صحيفة هآرتس: عدة قذائف صاروخية سقطت في مستوطنات غلاف غزة بعد إطلاقها من قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تشخيص حالتي إطلاق من غزة، الأولى تم اعتراضها بواسطة القبة الحديدية، والثانية على ما يبدو سقط في الأراضي الإسرائيلية على حد زعمه. وفي موقع والله العبي: عضو القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي: استشهاد المسعفة رزان النجار في غزة جريمة بشعة على يد قناص إسرائيلي. وفيها آرتس: إسرائيل وبريطانيا تعزيز العلاقات التجارية والأمنية وخلافات حول إيران وفلسطين. أما في واينت: الطائرات الورقية تجدد الحرائق بغلاف غزة. وفي وكالة معا: دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى أوسع مشاركة في كل مناطق التماس والاستيطان في الخامس من حزيران، وتنظيم الاعتصامات أمام المقرات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وحرية واستقلال شعبنا وحماية أمام الجرائم المستمرة، ومواصلة الفعاليات ليكون يوم الجمعة يوم غضب ويوما للقدس عاصمة الدولة المستقلة، والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع الوصول. وفي دنيا الوطن: وزارة الإعلام ذكرى النكسة نداء لدفن الاحتلال. استذكرت وزارة الإعلام السنوية 51 لنكسة شعبنا التي أكملت فصول القهر بعد 19 عاماً من النكبة والتطهير العرقي، وأكدت أن بدء العقد السادس لهذه الذكرى السوداء يقدم للعالم رواية الظلم والعدوان والقهر التي يتعرض لها شعبنا بموازاة إرهاب لأطول وآخر احتلال في العالم ممتد من القرن الماضي. وفي وكالة وفا: عريقات يدعو العالم لدعم الخطوات الفلسطينية لمحاسبة الاحتلال وإنهائه. وفي وكالة سوا: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر في المسيرة المحمولة على أن الشعب الفلسطيني يرفض احتلال القدس ومحاولات الإدارة الأمريكية في فرض واقع جديد. وفي موقع والله: 8 حرائق في غضون ساعتين، لا يتوقف رعب الطائرات الورقية في محيط غزة. أما في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: جيش الاحتلال يزعم لم نطلق النار على رزان النجار بشكل مباشر. وفي وكالة وفا: الرئيس يوقع على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية. وعودة إلى عرب 48: في النقب هدم العراقيب للمرة 129. واصلت السلطات الإسرائيلية ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وأقدمت آلياتها وجرافاتها بحماية من الشرطة على هدم مساكنها للمرة 129 على التوالي، وشردت أهلها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة وشهر رمضان الفضيل صباح يوم الخميس. وفي صحيفة معاريف: وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية: إذا الأوروفيزيون وهو مهرجان الغناء الأوروبي لم يجري في القدس فلا يجب أن يكون في أي مكان آخر في إسرائيل. وقالت الوزيرة أن إسرائيل هي من تقرر أين يكون هذا البرنامج فيها، وإذا لم يكن بالعاصمة على حد قولها فمن الخطأ دفع مبلغ 50 مليون شيكل من الأموال العامة لهذا الغرض. وأخيرا في صحيفة هآرتس: إذا لم يكن مهرجان الأغنية الأوروبية الأوروفيزيون في القدس فلا حاجة لأن يقام في إسرائيل أصلا. في بداية الحلقة كنت قد خصصتها لروح الإعلامي، إعلام النكسة، الأستاذ أحمد سعيد، وهنا أنا أريد أن ألتقط وأخترت محطات السيرة الإعلامية والسيرة المهنية لأحمد سعيد من مقال نشرة في الأمس عبر سكاي نيوز.
أحمد سعيد، رحيل ينتصر على النكسة. لا تنسى الأجيال المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي هذا الصوت الذي ما أن خرج عبر ميكروفون الإذاعة المصرية، ألهب حماس الجماهير العربية التي كانت تقاوم الاستعمار في بقاع شتى. لكن صوته أيضاً التصق بذكرى النكسة التي لا تزال آثارها ماثلة حتى اليوم. الإذاعي الراحل أحمد سعيد، أيقونة الإذاعة المصرية وأول من تولى منصب رئيس إذاعة صوت العرب التي لعبت دوراً كبيراً في ضد الاستعمار، رحل يوم الاثنين الرابع من يونيو عشية ذكرى هزيمة عام 1967 التي أطلق عليها نكسة يونيو. وعبر مسيرة عطاء امتدت نحو 70 عاماً، شهدت حياة سعيد العديد من المحطات المهمة، حيث التحق للعمل بالإذاعة عام 1950، وشارك في العمل الفدائي في قناة السويس عام 1952، ونقل بثاً مباشراً من منطقة القناة أثناء العمليات الفدائية ضد الإنجليز. وعمل الراحل كمذيع رئيسي منذ انطلاق برنامج صوت العرب عبر إذاعة القاهرة، ثم مديراً لإذاعة صوت العرب عند تأسيسها من 1953 إلى 1967. ولدوره الوطني طالبت بريطانيا برفع اسمه من قائمة الوفد المصري الذي كان سيقابل مجلس العموم البريطاني في عام 1965، وذلك بعد توجيه الاتهام له بالتحريض على قتل الجنود البريطانيين في عدن. وتدفق صوت سعيد عبر الأثير في فترة الكفاح ضد الاستعمار في دول الشمال الأفريقي، خاصة خلال الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، فقد كان صوته رمزاً للكفاح العربي المشترك. وللإذاعي الراحل إنجازات في المجال الإعلامي، حيث أدخل خلال فترة عمله بصوت العرب الكثير من التجديدات على أساليب الكتابة الإذاعية والخرائط البرامجية وأساليب العمل الإذاعي، وله في مكتبات الإذاعات العربية والإسلامية العديد من المؤلفات. كما اشترك سعيد في وضع دراسات عدة متصلة بأجهزة الإعلام واتجاهات الرأي العام في البلاد العربية، واختير لوضع دراسات متخصصة عن طبيعة المواد التلفزيونية الواجب تقديمها للمشاهدين العرب ومسلمي القارة الهندية في القنوات الفضائية الموجهة إليهم. وتعرض سعيد لظلم تاريخي عندما التصق اسمه بقراءة البيانات العسكرية التي كانت تخالف الوقائع على أرض المعركة في نكسة يونيو عام 1967، وهو ما دفعه للاستقالة من منصبه. وقال سعيد في عدد من الحوارات الصحفية أن أي مذيع لا يمكنه رفض نشر بيان رسمي والدولة في حالة حرب. ورحل سعيد صاحب الإنجازات العديدة في المجال الإذاعي في الرابع من يونيو عام 2018 عشية ذكرى النكسة في انتصار رمزي على الهزيمة التي طالما لاحقته. إذا المشاهدين، كانت هذه أهم محطات الإعلامية للراحل أحمد سعيد. والحديث عن هذا الموضوع استضيف معي عبر الخط الهاتفي الأكاديمي الفلسطيني دكتور نشأت الأقطش. أهلا بك يا دكتور نشأت. حياك الله. كيف أثرت خطابات وبيانات أحمد سعيد على الإعلام العربي وقت الحرب؟ يعني هي في مرحلة من المراحل كانت مدرسة أحمد سعيد. نعم. تهييج الجماهير، محاولة بث روح الوطنية والقومية. أحمد سعيد بكل المقاييس وكل ما ذكرتيه هو صحيح، هو مدرسة، ولكنها هزمت. ونحن دائما في الإعلام وحتى في الحياة العملية نقيس الأمور بخواتيمها. فيعني كان جيدا، كان رائعا، ولكنه خسر المعركة. ومن يخسر المعركة في مفاهيم الإنسان يعني يسمى خاسر. أحمد سعيد لازال موجود حتى الآن في الإعلام المصري بشكل مختلف. في تلك المرحلة كانت الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج تعيش حالة من الهيجان العاطفي، الانتماء القومي، الروح العالية كانت منتشرة جدا. اليوم الوضع مختلف تماما. هذا الإعلام لا زال موجود، مدرسة سعيد موجودة، ولكنها موجودة بشكل مختلف، التهويل والترويج لأنظمة فاشلة ومحاولة تسويقها للجماهير. هذه مدرسة يعني اللي اخترعوها الألمان النازيين، المدرسة التي تقوم على إخفاء كل الحقائق
وإبراز الحقائق التي تتوافق مع مصلحة النظام السياسي أو النظام السياسي ما يريد أن يوصله إلى الجماهير. هذه مدرسة جوبلز الألمانية التي استخدمت في ألمانيا وفي روسيا وفي كثير من الدول اليسارية أو الشيوعية ومعظم الدول العربية. اليوم الإعلام العربي الرسمي هو استمرار لنهج أحمد سعيد، الإعلام المهول، الإعلام المطبل، الإعلام الذي يحمل وجهة نظر واحدة ولا يريد لأحد أن يسمع أي فكرة أخرى. ولكن أحمد سعيد كان يحمل فكرة القومية وتحرير فلسطين، اليوم الإعلام العربي يحمل فكرة ليست بعيدة كثيرا، ولكن التهويل للأنظمة، الترويج للأنظمة، وبيع فلسطين مقابل أن تبقى هذه الأنظمة موجودة. نراه في السعودية، نراه في سوريا، نراه في مصر، نراه في كل العالم العربي باستثناء لمحة بسيطة في الكويت، هناك نوع من الديمقراطية، ولبنان وفلسطين إلى حد ما فيها تعددية إعلامية ولكنها منقسمة أيضا، إعلامية فتحاوية في الضفة وإعلامية حمساوية في غزة. يعني لا يجمع الوطن وجهتي النظر مرة واحدة، وهذا هو المؤسف في الإعلام العربي، أننا نحاول أن نفترض أن المواطن غبي وأن تستطيع هذه الأبواق الإعلامية أن تخدعه. النتيجة المواطن العربي اليوم لا يستمع للإعلام العربي. نعم. المصدر الرئيسي للأخبار هي وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بما تعج به من أراجيف وآراء ولكن الناس تحبها لأنها على الأقل تحترم عقول الناس. يعني أنا أعرف أن هذا صديقي وما يقوله أريد أن أسمعه لأنه صديقي، لأنه أخي، ولكن النتيجة الأخرى أنه لم نعد نعتمد على إعلامنا الوطني. الجزيرة تشكل الرأي العام في العالم، الإعلام القادم من الخارج مرة أخرى بعد فشل أحمد سعيد الذريع، ظهرت البي بي سي وظهرت مونتي كارلو كمصادر معلومات أساسية. وبعد فشل الإعلام الحديث أيضا نرى الجزيرة ودي دبليو وبي بي سي ودوتشيفيل هي الوسائل الإعلامية، فرانس 24 عفوا، هي الوسائل الإعلامية التي نلجأ إليها إذا أردنا أن نعرف الحقيقة. أستاذ نشأة، إضافة إلى ذلك أستاذ نشأة، تم انتقال ملكية الإعلام وأيضا العمل الإعلامي من إعلام رسمي إلى إعلام تجاري من ناحية ملكية ومضامين، هل هذا أثر على المضامين وعلى استقطاب جمهور وعلى تأثير أيضا؟ يعني هذا سؤال غاية في الأهمية. الإعلام الحكومي غير ربحي، يعتمد على ترويج الحكومة. الإعلام التجاري لا يهتم بالسياسة، هو يهتم بالترفيه والتسلية وكسب المال، وهذا موجود في البي بي سي والإل بي سي، والذي بدأ يعني ينهار بالأخلاق إلى درجة أبعد من الثقافة الجماهيرية، وهو مصطلح يطلق على الإعلام الترفيه الهابط، هو يهبط اليوم إلى دون ذلك إلى الابتذال إلى درجة منخفضة في سبيل تحقيق الربح. نحن بحاجة إلى نوع مختلف من الإعلام، ليس الحكومي الممول من الحكومة، وليس الحزبي الممول من الحزب، ولا التجاري الذي يهدف إلى الربح. نحن نحتاج إلى إعلام شعبي ممول من أموال الشعب، من الضرائب، على غرار البي بي سي، على غرار الدوتشي فيلي، الفرنس 24، صوت أمريكا، التي تأخذ أموالها من الشعب ولا تتبع الحكومة. هذا لكي يتحقق نحتاج إلى نظام سياسي. نعم. النظام السياسي الذي ينظر إلى الإنسان كإنسان. نعم. دون النظر إلى لونه، إلى دينه، إلى عرقه، إلى 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 أفكاره. عندما تصبح الإنسانية أهم قيمة في الوجود وأهم قيمة في الإعلام، نحن نصبح بخير. إلا أنت ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، وسؤالي هو إلى أي مدى أخرجت مواقع التواصل الاجتماعي السلطة وتأثير الإعلام المطلق الرسمي على الخطاب الإعلامي برمته؟ يعني آخر دراسات أجريناها 86% من الشباب الفلسطيني، على الأقل طلاب جامعة دير زيت نموذجا، يعتمدون على الإنترنت كمصدر للمعلومات وعلى وسائل التواصل. نعم. هذه هي النتيجة الخطيرة التي لا تريد أن تراها جريدة الحياة وجريدة الأيام وجريدة القدس
والصحف والإذاعات المحلية الحكومية والفضائيات ال14 فضائية التي تنفق ملايين الدولارات بلا فائدة ولا أحد يراها. النتيجة أننا فقدنا الثقة بكل الإعلام، وبدأ المواطن يشكل هو المعلومة التي يريد أن يراها. ربما قطته ولدت، هذه معلومة مهمة وخبر أهم من مسيرات العودة الكبرى اليوم في غزة. خروجه هو وأصحابه في نزهة، في بيكنيك وحفلة شواء، بالنسبة له هذه أهم مما يجري في المسجد الأقصى من تهويد. هذه النتيجة المرعبة التي وصلنا إليها، أن الجماهير لم تعد لديها اهتمام بالشأن العام، وبدأوا ينكمشوا على مجموعات صغيرة ويهتموا بحياتهم البسيطة. وهذه نتيجة باعتقادي بسبب ما وصلنا إليه بسبب الإعلام الرسمي الذي لا يحترم عقل الناس ولا ينظر إلى عقول الناس على أنها يجب أن تحترم. نعم، في السياق المتصل أستاذ، نشأت مواقع التواصل الاجتماعي مكنت الجمهور من امتلاك أداة إعلامية، رأينا تأثيرها في العالم العربي وفي العالم عامة أيضا، ولكن هناك مخاطر من غياب المسؤولية والمساءلة في هذه الوسائل، كيف ترى ذلك؟ صحيح صحيح، لا يوجد لا مسؤولية ولا مساءلة ولا مصداقية. نعم. السؤال بطريقة أخرى، هل يوجد أي مصداقية أو موضوعية أو أخلاقيات في الإعلام الحكومي والإعلام التجاري؟ الجواب لا. المعلومة الأخرى اللي لازم نقدمها أن الناس لا تهتم لا بالمصداقية ولا بالموضوعية ولا بالأخلاق، هي تهتم بالبحث عن معلومات تتوافق مع مصالحها الشخصية. هذا هو أخطر شيء يجب أن نعلمه، أن الفرد عندما يتعرض للمعلومات هو يتحاشى المعلومات التي تتعارض مع مبادئه مع قيمه مع مصالحه، وهو يبحث عن مضامين إعلامية تؤيد ما يؤمن به. وبالتالي الإنسان حتى في الإعلام العادي هو يحرص أن يتابع إعلام قريب من مبادئه، وليس الإعلام الذي هو يجب أن يتابعه. فمن يحب الجزيرة لأنه يريد أن يسمع هذه النغمات من الجزيرة، ومن يتابع تلفزيون فلسطين أو الأقصى ويريد أن يسمع هذه النغمة. نعم، لكن هذا يعود أيضا أستاذ نشأت، هذا يعود أيضا للتعددية الانتقائية أيضا للمستهلك أو للمتلقي. في البداية أو في سنوات سابقة في وقت أحمد سعيد لم يكن هناك تعددية في الإعلام، تعددية إعلامية، كان المتلقي يتلقى الرسائل والمضامين من وسائل إعلام مقتضبة، ولكن اليوم التعددية الإعلامية أيضا أحدثت مخاطر كثيرة. يعني هذا جميل، برأيي هذا هو الجمال، هذا هو إبداع الإعلام الحديث الذي أخرجنا من عبودية وسائل إعلام محددة. نعم. تحمل وجهة نظر واحدة. نعم. اليوم الفرد لديه الخيار أن يطلع على كل مصادر المعلومات وأن يتعرف على كل وسائل المعرفة وينتقي. من أفضل، أن نعطي الإنسان سوق حرة من المعلومات فينتقي، أم نفرض عليه هذا النمط الإذاعي؟ إذا رجعنا قليلا إلى تاريخ الإعلام، عندما كان الحكواتي في المجلس كان هو سيد المجلس، وكان يجلس في صدر المكان ويروي الحكايات للناس والناس تسمعه وتستمتع به. جاء في يوم من الأيام فوجد شيئا يجلس مكانه ولم يأبه له أحد، فكان المذياع الذي تربع على عرش الإعلام حتى 40 سنة. ثم جاء التلفزيون وتربع على العرش من المنتصف الخمسينيات أو من أوائل الستينيات حتى 1995 حتى 2000. بدأت العصر الجديد، عصر الإعلام الجديد. كل هذا الإعلام التقليدي الذي يتم التحكم به من مصادر الأموال ومن الأحزاب لم يعد محترم. نعم. لم يعد يؤمن له. نعم. وأصبحت الناس اليوم تهتم بتصنع الإعلام الذي تحبه، وهذا وهذه نتيجة طبيعية يجب أن نحترمها في خصوصيات بالتأكيد وبدون شك. وهذا حديث يطول أيضا، الأكاديمي والمحاضر الدكتور نشأت الأقطر، شكرا لك، كنت معي اليوم ضيف مترو الصحافة لهذا اليوم. إذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حصيلة الأحداث والعناوين من مترو الصحافة لهذا الأسبوع، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.